إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة، فهل يجب علي أن أتابع المؤذن أم يجب علي أن أؤدي تحية المسجد؟ أولا كلمة يجب علي في المتابعة وتحية المسجد غير صحيحة، لأن متابعة المؤذن سنة وصلاة وتحية المسجد سنة، لكن كأنها تريد هل أبدأ بتحية المسجد أو أتابع المؤذن. فنقول إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن في غير أذان الجمعة الثاني فإنه يجيب المؤذن أولا، فإذا انتهى ودعا بالدعاء المعروف بعد الأذان أتى بتحية المسجد. وأما في الأذان الثاني يوم الجمعة إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإنه لا يتابع المؤذن بل يصلي تحية المسجد من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة، وإذا تعارض واجب وسنة وجب تقديم الواجب. فنقول إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فصلي تحية المسجد من أجل أن تنتهي منها قبل أن يبدأ الخطيب في خطبته، أو يكون أو تنتهي منها بعد أن يبدأ بالخطبة لكن لا يأخذ منها شيء كثيرا. إذا أتى المسبوق إلى صلاة الجماعة فوجدهم قد جلسوا للتشهد الأول وجلس معهم، فهل عليه تشهد؟ وأتم معهم الركعتين الأخيرتين وجلسوا للتشهد الأخير، فهل يأتي بالتشهد لوحده كونه أدرك معهم ركعتين أم يأتي معهم بالصلاة الإبراهيمية؟ نعم، إذا أدرك الإنسان الإمام وهو في التشهد الأول فجلس معه فليأتي بالتشهد ما دام عنده فرصة، لأن التشهد ذكر مشروع يثاب عليه الإنسان ويؤجر. وإذا كان صلى ركعتين وجلس الإمام التشهد الأخير فليتم التشهد ولا حرج عليه متابعة لإمامه، ولأن في ذلك دعوة له وللرسول عليه الصلاة والسلام، سوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والمؤمن من آل محمد، سوف يدعو بالبركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وهو من آله، وسوف يستعيد في آخر التشهد يستعيد الله عز وجل من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فلا يحرم نفسه هذا الخير. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أسأل الشيخ عن صلاة العيد بالنسبة للنساء، حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد، فما الحكم في ذلك علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال؟ الحكم بذلك أن هذا من البدعة، فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلي مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم. وأما أن تقيم صلاة العيد في بيتها فقلق عظيم، فلم يعهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت. هل يجوز للمأموم إذا سهى ثم سلم الإمام أن يسجد سجود السهو أم يسلم مع الإمام؟ ظاهر السؤال أن هذا المأموم قد أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، وإذا كان كذلك فإنه ليس عليه سجود سهو، أي فإن الإمام يتحمله عنه. لكن لو فرض أن المأموم سهى سهوا تبطل معه إحدى الركعات، ف
فهنا لا بد أن يقوم إلى سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يتساوى الأجر بين الرجل والمرأة إذا صلت المرأة بمجموعة من النساء؟ الذي يظهر لي أنها لا تساوى، لأن أولا لأن بعض العلماء يقول لا يسمى للنساء أن يصلين جماعة وحدهن، وثانيا أن النساء غير مأمورات بالجماعة، أما الرجال فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، ومن ثم اختصت صلاة الجماعة للرجال وصار ثوابها عن 27 درجة. إذا ضحك الإمام في صلاة النفل هل تبطل صلاة المأمومين؟ على كل حال إذا ضحك الإمام في صلاة الفريضة والنافلة بطل الصلاة، فيتم المأمومون صلاتهم وحدهم، وعليه هو أن يعيد صلاته من أول. نعم. وتقول: إذا عطس المصلي في أثناء الصلاة فهل يقول الحمد لله في حينه أم لا؟ وإذا دخل شخص على مصلي وألقى عليه السلام هل يرد المصلي عليه أم لا؟ إذا عطس المصلي فإنه يحمد الله، لأن ذلك هو السنة، كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل من القوم وهو يصلي فحمد الله، فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين له هذا. نعم. فقال: واتك لأمياه، يقوله معاوية، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه، قال معاوية: فبي أبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم عليه. والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث أن المصلي إذا عطس فليحمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على العاطس الذي حمد الله. ونستفيد منه أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة. ونستفيد من ذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاملته للجاهلين، فإنه صلوات الله وسلامه عليه بحكمته يعامل كل إنسان بما يستحق، فيعامل الجاهل على حسب جهله. فمعاوية رضي الله عنه أخطأ بلا شك حين تكلم في الصلاة، لكنه لا يدري، ولو كان يدري ما فعل، ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكهره أو ينهره. فينبغي لطالب العلم أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يرفق بالجاهل حسب ما تقتضيه حاله. وانظر إلى قضية أخرى تشبه هذه القضية، وذلك حين جاء رجل فدخل المسجد وكان أعرابيا، فتنحى ناحية فجعل يبول في المسجد، فزجره الناس وصاحوا به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، خلوا يبول وينتهي. فلما قضى بوله دعا
دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان من الأعراب إلا أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فانظر إلى الحكمة في معاملة الجاهل، هذا رجل يبول في أشرف بقعة على الأرض من بعد المسجد الحرام، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوه حتى يقضي بوله، ثم كلمه بهذا اللطف عليه الصلاة والسلام. فلكل مقام مقال. وانظر إلى الرجل الذي رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من الذهب فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ورمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل عمله الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء من الشدة، ولعله كان عليه الصلاة والسلام قد أعلن تحريم الذهب على الرجال، وعلم من حال هذا الرجل أنه رضي الله عنه وعافى عنه فعل هذا، إما تهاونا أو لتأويل. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزعه بيده بشدة ورمى به. وهذا أحث إخواني طلبة العلم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستعملوا الحكمة في إرشاد الناس، وينزل كل إنسان منزلته. ومن ذلك إذا جاء رجل يستفتي عن شيء فعله وهو حرام، لا تعبس في وجهه ولا تنتهره، لأنه جاهل وجاهل يستعتب، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذه مسألة عظيمة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى خصال الكفارة، يعتق رقبة إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كلها يقول الرجل لا أجد لا أستطيع. وجلس جلس الرجل، فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال خذ هذا تصدق به كفارة. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بذل نواجذ وقال أطعمه أهلك. فتأمل الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهره ولا كهره ولا وبخه، بل أعطاه في النهاية تمرا يأكله وأهله. فلو أننا آمنا الناس مثل هذه المعاملة لحصل خير كثير، ولعرف الناس الإسلام وأهل الإسلام وأنهم أهل خير ودعوة للحق، وأن الإسلام دين يسر والسهولة. لكن أحيانا تأخذنا الغيرة فلا نتحمل إذا رأينا انتهاك حرمات الله، فتجد الإنسان يغضب ويتكلم على صاحبه حتى وإن كان قد جاء مستعتبا، لكن هذا خلق ينبغي أن نتخلى عنه وأن نعامل الناس كما عاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يكون أيضا بعده، أي بعد سجود السهو سلام؟ نعم، إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام فإنه يسلم بعد السجدتين مباشرة. نعم. ولا يتشهد على القول الراجح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تشهد. هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ نعم، يجوز أن يؤذن على غير وضوء، كقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه
والأذان ذكر. يقول أصبت في حادث في عام مضى ومكثت بعض الأيام 5 أيام لا أصلي فيها، علما بأنني كنت في تعب ولم أتذكر تلك الأيام ولم أتذكر تلك الصلاة أو خلاف ذلك، لأنني كنت في غيبوبة وتعب ولا أستطيع استعمال الماء أو التيمم، فأفيدوني هل أقضي تلك الأيام 5؟ إذا كان المريض أو المصاب بحادث في إغماء وغيبوبة أو اختلال فكر فإنه لا قضاء عليه، سواء طالت المدة أم قصرت، لأن المغمى عليه ومن تغير فكره غير مكلف، فلا يلزمه القضاء، لا قضاء الصوم ولا قضاء الصلاة. فلو أن إنسانا أصيب بحادث في رمضان وأغمي عليه أياما فإنه لا يلزمه القضاء. وقال بعض أهل العلم بل يلزمه القضاء لأنه من أهل التكليف في الجملة، والذي يظهر أنه لا قضاء عليه لا في الصيام ولا في الصلاة. هذا إن كان الإغماء بغير فعله، أما إذا كان الإغماء بفعله كالبنج وشبهه فإنه يلزمه القضاء، لأنه هو الذي تسبب لفقد الوعي فيلزمه القضاء. نعم. أنا أصلي صلاة الظهر أو العصر، أصلي بصوت عال حتى لا أخرج من الصلاة، من جو الصلاة. يقول لا أخرج من جو الصلاة؟ نعم. هذا غلط، لأن السنة في صلاة الظهر والعصر الإصرار، وكون الإنسان لا يخشى إلا بمخالفة السنة غلط، بل يمرن نفسه على موافقة السنة ويحاول أن يخشع بقدر ما يستطيع. وهذا كما يذكر بعض الناس أنه لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه، فهذا أيضا من الغلط، بل نقول لا تغمض عينيك وحاول ما استطعت أن تخشع في صلاتك. نعم لو فرض أن أمامك شيء يشغلك ويلهيك إذا لم تغمض فحينئذ وجد السبب لتغميض العينين فيجوز أن يغمضهما للحاجة إلى ذلك.